الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدي اهدي. سامحني لو سمحت. معلش انا اسفه، لله السلك لمس في الكعبه فتقريبا الكهرباء. لا لا ولا يهمك، ده من حظ الحلو. قولي لي رغده، ده اسمك الاصلي ولا اسم شهره؟ لا لا اسم الشهره. امال اسمك ايه؟ نبويه. لسه امبارح بقول لك ايه ياض على موضوع نبويه ده. ايوه ايوه صح، هو قال لي نبويه. نبويه ايه؟ احنا 10 دقايق ونصور. رغده هي رانيا. ايه ده رغده، انت احلى بكتير من الصور. انا رانيا فهمي الكريتيف دايركتور بتاعت الحمله. وانا رغده اللي همثل في الحمله. انت تعبتيني قوي على ما جيتي. وحياه مامي انت اللي تعباني من اول ما دخلت. خلاص لا لا لا، هي ما تقصدش، هي قصدها يعني ان هي تعبت قبل ما اقنعت اهلها عشان تيجي تعمل الاعلان. رانيا هاتي لي ستايلست بسرعه عشان اشوف اللبس والشعر. يلا. جريش استعجلهم لي بسرعه. حاضر يا ريس. استعجل مين؟ اي حد. استعجل اي حد. يلا حرك. حاضر يا ريس. حرك. حاضر. حرك. لو سمحت ما بحبش كده. ولا كده؟ أرجوك لو سمحت. أنا كنت عايز أسألك بس، أنت مثلتي قبل كده ولا دي أول مرة؟ لا أول مرة أمثل. حد قال لك قبل كده إنك شبه منة شلبي؟ لا بيقولوا لي إني شبه مدحت شلبي. إحنا جايين نهزر بقى ولا إيه؟ أمال جايين نعمل إيه؟ نعزي؟ جسمك حلو قوي قوي. بتلعبي رياضة إيه؟ أنا بلعب رياضة الزينة، تسمع عنها؟ إلا أسمع عنها. أكيد هي اللي مخليها جسمك عامل زي الخرزانة. الخرزانة دي هتنزل على أدبك يا سافل. أنا عايز أصور. سفالة وقلة أدب. اتفضلوا بقى يا جماعة، هنبدأ. اتفضلوا. بص يا رغدة، أنت واقفة وسط الزحمة ومفيش نطع من اللي قاعدين دولت عاوز يقعدك. النخوة اتعدمت، المتحرش واقف وسطيهم. بتعجبيه، بتستفز الحيوان اللي جواه، بيتسلل ووب بيتحرش بيكي. وبعدين في يومك الاسود ده، اقسم بالله اقسم بالله اديك بالركبه. اوه في يا حبيبتي انت فهمتيني غلط، انا بشرح لك الراجل ده هيعمل ايه بالظبط. هتقومي شتمان، هتقولي له ايه قله الادب والسفاله دي. اوب الرجاله دول هيقوموا. في ايه؟ في ايه يا حيوانات؟ في ايه؟ في ايه يا حيوان؟ هاتها يا حيوانات. هاتها. في ايه؟ انا مالي انا يا حيوانات. اهدي. هيحاولوا يتحرشوا بيكي. هنا هتبص للكاميرا ومنتهى الانكسار وتعيطي، وانا هنزل اللوجو. بدل ما يضيع حقها لازم نقف جنبها. تمام؟ فهمتيني؟ فين المتحرش؟ موجود. فين؟ موجود يا ريس. جاهز يا استاذ. اثبت اثبت. هو ده المتحرش. هو في غيره؟ ده هيقوم التحرش. ايوه بس ده مش هيتحرش، ده هيجيب عيال على طول. سلام عليكم. اثبت اثبت. بقول لك هخليهم لك 60,000 بلبل. بلبل؟ انا عايزك ما تحرمناش بقى في المشهد من الرياكشن الجميل بتاع التحرش بتاعك. لا 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 مش ده، ما كنا جبنا اي حد يعمل الرياكشن ده. هو ده. الله. تمام. يلا يلا انا عايز اصور. ربنا معاك. يلا انا متاخر والله. شفت واحد تحرش اول مره؟ اكشن. ايه الحيوان اللي قال ستوب؟ مين؟ الحاله يا استاذ ادهم، الاستاذ حمدي الوزير فاكر نفسه في اوضه النوم مش في اتوبيس. ادهم. ايوه مجنن هزر، انا بشوف شغلي. عندك حق. هو انا بس لو ايه ده؟ هو انا بس هستاذنك نوطي الفولت شويه عشان خاطر بس. حلو حلو قوي، حلو قوي قوي. يلا يلا انا عايز اصور. يلا يا ريس. اوعى خلاص يلا يا ريس، عايز اصور يا جماعه. يلا بقول لك ايه؟ بقول لك يا جريشه، انا مش هكمل الاعلان ده. انت لازم تكمل الاعلان دوت. انا عشان اكمل الاعلان ده محتاج حبوب مانع الحمل. انا هخليهم يوصلوا المبلغ ل 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ اه. لا كده مبروك علينا العيل. خش كلاك. شفت واحد تحرش تاني مره؟ اكشن. بتعمل ايه يا ابن الكلب؟ انت فاهم التحرش؟ ايه يا ولاد انتوا بتضربوا الراجل؟ هو مش حد من الرجاله دي مالها عينه كلها؟ هما فين الرجال دي يا اخويا؟ انت عايز قلمك بوشك. انت اللي عايز قلمك مش قلمك. ايه يا ولاد انتوا حد عينه كلها؟ سيبني يا حبيبي، سيبني يا ضلال. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. لبست
ناقصني واحده ست، وكمان جايب لي حمدي الوزير علشان يتحرش بيا. هو انا ناقص؟ انا ضحكت عليك في ايه؟ انا مش قلت لك هم عايزينك في اعلان؟ ايوه، ما انا قلت اعلان صابون غسيل جل للشهر، لكن حمله لا للتحرش. المره الجايه هتجيبني في حمله ايه؟ تنظيم الاسره. هتجي يا ابيض اسود، وشك ابتدى يشقق، قوم اعمل اي حاجه بدل ما نتكشف بسرعه. اتفضلوا. برافو يا رغده، برافو، رياكشنك التلقائي ده غير كونسبت الحمله خالص بجد. انت عارفه يا رغده اول مره حد ايه ده؟ رغده انت معايا يا ماما ولا ايه؟ لا ولا يهمك، اول مره حد ما ينفذش تعليماتي، ومع ذلك انا مبسوط جدا بجد. عشان كده انا بفكر اغير الشعار بتاع الحمله، لو حد اتحرش بيكي خد حقك بايديكي. نوصل للمهم بقى عشان خاطري. جريشة، مين هيوصل رغدة؟ انا يا صاحب السعادة هوصلها بعد ما قبض الكرو. هتستنى ليه؟ هي كرو قرف اللي انت بتقوله، انا هوصلها. براحتك يا ريس. لا هو في الحقيقة انا ما ينفعش اروح مع حضرتك خالص، لان انا اصلا انا ساكنه في ارض اللواء، وبعدين دي منطقه كلها رتب وفي لجان ممكن اتثبت هناك. طب خلاص يا جماعه مفيش مشكله، انا هوصلك في طريقي يا رب. يا جماعه ما تضغطوش عليها، اهلها مطاعه. لا انا موافقه اروح مع عند رانيا، حتى نسلي بعض طول السكه. انا مش فاهمه يا رانيا ازاي انت بتتعاملي مع البني ادم اللي اسمه ادهم ده. ده بني ادم فظيع، تحسي كده ان كتله غريزه ماشيه على الارض. هو فعلا فظيع بس على نفسه، انا من اول يوم اشتغلت معاه فيه وانا موقفه عند حدوده. على فكره انا كذبت عليك يا رانيا، انا مش ساكنه في ارض اللواء ولا حاجه. ما انا خدت بالي طبعا، عشان كده اتدخلت وقلت ان انا اللي هوصلك عشان ارحمك من تحت ايده. بقولك ايه يا رغده، احنا نوقف 10 دقايق بس قدام النادي، بنتي تخرج ناخدها ونمشي على طول. ايه ده بنتك؟ انت مخلفه ومتجوزه كمان؟ لا انا مخلفه بس مش متجوزه. تكوني من بتوع الخلفة من غير جواز والسنجل مازر والمليطة دي. على فكرة أنا اتجوزت وخلفت واتطلقت زي أي بني آدم طبيعي على فكرة، وبعدين ما كنتش عايشة في مصر أصلا. ما كنتش عايشة في مصر؟ ما كنت عايشة فين؟ كنت عايشة في إيطاليا، كنت بدرس هناك وتعرفت على طليق. طب يا ترى بقى اللي كان جوزك ده إيطالي ولا ميد إن إيجيبت؟ ده كان إيطالي، كان إيطالي، اتجوزنا وخلفنا ملوكة، قعدنا 3 سنين، وبعدين اكتشفت إن احنا مختلفين قوي، وبصراحة بقى أنا بكره كده. اكيد طبعا مش ايطالي، مملوك الكذب، بيلففوكي على المروحه وانت واقفه. الموضوع ملوش علاقه بايطالي ولا مصري يا رغده، الموضوع ليه علاقه بالرجاله، طبع الرجاله هما كلهم كده. عشان كده انا قررت ان انا اقفل باب الحب ده خالص واعيش لبنتي. لا ده كلام كبير قوي، ده انت محتاجه قاعده. اكيد هنقعد كتير يا رغده، خدي بقى سجلي رقمك عشان انا هحتاجك في شغل قريب، فاعملي لي اد على فيسبوك. اه يا حبيبتي، بالنسبه للفيسبوك انا اصل الموبايل بتاعي فاصل شحن، لما اروح اعمل لك اد اكيد. شور. هاي ملوكة. هاي مامي. مش تقولي هاي لتان؟ هاي تان. هاي روحتوا ايه ده؟